قصة القرد والغيلم تشرح أهمية الوقت. شو هي قصة القرد والغيلم؟ كان في غيلم سلحفاة يعني وقرد، القرد زوجته مريضة، عفوا الغيلم زوجته مريضة، وكان سأل الحكماء، راح الغيلم سأل حكماء السلاحف، الغيلم هو طبعا ذكر الأنثى، ذكر السلحفات، السلحفات هي أنثى والغيلم هو الذكر. راح الغيلم سأل الأطباء والمعالجين بده يداوي زوجته، ما عرف دواء، لف ودار دور كثير ما لقى إلا دواء واحد فقط ممكن يعالج زوجته. شو هو هذا الدواء؟ هو قلب قرد طازج. فبالتالي راح الغيلم، كان عنده صديق قرد بالغابة، راح لعند صديقه القرد، ذهبوا تكلم معه، قال له يا قرد أنا بدي أخذك برحلة مائية. قال له القرد طبعا أنا بشرفني أروح معك يا غيلم بالرحلة المائية. مشوا بالغابة، راحوا على الشاطئ، طلعوا بالقارب ومشوا شوي باتجاه الماء، بعدوا عن الشاطئ شوي، وصلوا لمكان بعيد شوي عن الشاطئ. فشرح له الغيلم للقرد القصة، قال له زوجتي مريضة ودواها الوحيد هو قلب قرد طازج. فضحك القرد ضحك ضحك ضحك، قال له الغيلم يا غيلم لو قلت لي ونحن على الشاطئ كنت جبت لك اياه. انت بتعرف يا غيلم ما بيغلى عليك اي شيء، لو تطلب لبن العصفور جبت لك اياه، بس انا شو حاط قلبي بالشاطئ، خليني اروح اجيب لك اياه وتكرم يا غيلم. قام الغيلم سمع من القرد، رجعوا على الشاطئ، رجعوا على الشاطئ. أول ما وصل على الشاطئ طلع القرد على نخلة طويلة، مسك جوز هند فيها أو ثمرة من النخلة ورماها على الغيلم، قال له يا أحمق، شيء كان في متناول يديك رأيته في متناول يديك فتفرط فيه، إذن أنت أحمق. نفس المفهوم بيطبق على الوقت. القصة هاي بتبرز أهمية الوقت، الوقت بمتناول يدينا جميعا، دائما لازم نفهم الوقت ونقدر ثمنه لأنه بيدينا، كل ما راح الوقت ما عاد يرجع. فمتى على القصة، قصة القرد والغيلم عبارة عن أهمية الوقت.